السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب وطالبات الصف الثامن، أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس المصورة لمادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. في درس اليوم سنقوم بالمراجعة وحل التدريبات على المفاهيم النظرية للوحدة الأولى، التأثيرات البيئية والصحية للتكنولوجيا. أبنائي الطلبة والطالبات، يمكننا تحديد المحتوى النظري للوحدة الأولى كما يلي: الدرس الأول: التأثيرات البيئية للتكنولوجيا، الجزء الأول من الصفحة 10 إلى الصفحة 13. الدرس الثالث: خصوصية البيانات، الجزء الأول من الصفحة 48 إلى الصفحة 49. الدرس الرابع: التكنولوجيا والصحة، الجزء الأول من الصفحة 64 إلى الصفحة 69. تعلمنا في الدرس الأول المقصود بمصطلح النفايات الإلكترونية e-waste، وهو مصطلح يطلق على الأجهزة الإلكترونية المستهلكة أو المنتهية الصلاحية والتي تلوث البيئة نتيجة العناصر السامة التي تحتويها. ثم تعرفنا على طرق تقليص النفايات الإلكترونية، وهي خفض الاستهلاك reduce، إعادة الاستخدام reuse، إعادة التدوير recycle. واستنتجنا المقصود بمصطلح خفض الاستهلاك، وهو التقليل من استهلاك الأجهزة والأدوات الإلكترونية للطاقة، ومن أمثلة ذلك تقنية حفظ الطاقة power save، وهي تقنية تسمح باستخدام الأجهزة المادية فقط عند الحاجة لذلك، وكذلك التبريد المستمر لمراكز البيانات التي تحتوي على خوادم ضخمة باستخدام مياه البحار والمحيطات. ثم تعرفنا على طرق إعادة استخدام الأجهزة القديمة reuse، وهي استخدام أجزاء من الجهاز القديم كالقرص الصلب، بيع الأجهزة القديمة أو بعض أجزائها والاستفادة من العائد المادي لذلك، التبرع بالجهاز القديم لأشخاص أو جهات. ثم تعرفنا على فوائد إعادة تدوير النفايات الإلكترونية recycle، وهي إعادة التدوير وتقليل النفايات وتوليد الطاقة من النفايات. ولعل الهدف الرئيس لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية هو تقليل كم النفايات التي تنتهي في المكبات بشكل سنوي. وأخيرا تعرفنا على الآثار الإيجابية للتكنولوجيا على البيئة، وهي توفير مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. ثانيا خفض استهلاك الأوراق عند رقمنة الأعمال الورقية. أما في الدرس الثالث تعرفنا على ما تتضمنه المعلومات الشخصية من معلومات خاصة كالاسم والعنوان ورقم الهاتف والعمر والنوع والحالة الاجتماعية والجنسية والديانة والسجل الصحي والمؤهل العلمي والوضع المالي. لذا يجب أن نكون حذرين عند استخدامنا لهذه المعلومات. ثم تعرفنا على آلية التعامل مع البيانات الشخصية، حيث أنه توجد قوانين لحماية البيانات الشخصية التي يتم جمعها رقميا أو ورقيا، ويجب على كل موقع إلكتروني شخصي أو تجاري أن يعلم المستخدمين عن كيفية استعمال معلوماتهم الشخصية، حيث يجب توضيح المسائل التالية والمتعلقة بالخصوصية: ما نوع البيانات الشخصية التي يتم جمعها؟ كيف سيتم استخدام الإجابات ولأي غرض؟ هل سيتم تداول أو تسليم الإجابات لأي جهة أخرى؟ هل يتمكن المشاركون من الوصول إلى إجاباتهم؟ كيف يمكن للمشاركين التواصل مع الشخص أو الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات؟ كما تعرفنا أبناء الطلبة والطالبات أنه عند التعامل مع البيانات الشخصية يجب جمع الحد الأدنى من المعلومات الشخصية والضرورية للوصول إلى هدفنا، وكذلك تجنب الأسئلة الحرجة. ثم تعرفنا على خصوصية التعامل مع المعلومات الشخصية للأطفال، والتي تكون أكثر حساسية مقارنة بمعلومات البالغين. أولاً، في العديد من القوانين يتم تعريف الأطفال على أنهم بحاجة إلى
حماية خاصة. ثانياً، عملية معالجة البيانات المتعلقة بالأطفال تحمل بعض المخاطر، لذا قد يتم فرض قيود إضافية وفقاً للبلد والمنطقة. ثالثاً، يجب الحصول على الموافقة أو التفويض من قبل ولي الأمر للتعامل مع المعلومات الشخصية للأطفال. وفي الدرس الرابع، تعرفنا على مشاكل الصحة البدنية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للحواسيب. أولاً، المشاكل الصحية المتعلقة بطريقة الجلوس غير الصحيحة، الصداع، آلام العضلات والمفاصل وآلام الرقبة، آلام الظهر، آلام الكتفين والذراعين واليدين والمعصمين. وللحماية من المشاكل الصحية المتعلقة بطريقة الجلوس غير الصحيحة، يجب أن تكون شاشة الحاسوب في مستوى منخفض قليلاً عن مستوى العينين، ويجب استخدام كرسي مناسب بحيث يكون العمود الفقري على شكله الطبيعي، ويجب وضع القدمين على الأرض أو على مسند القدمين، ويجب رفع الجهاز بما يكفي لكي لا ينحني الرأس لأسفل أو يشد إلى الأمام، وأخيراً أخذ استراحة على فترات متقاربة. أما عن المشاكل الصحية الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للفأرة ولوحة المفاتيح فهي: آلام وتورم وتصلب المفاصل، التهاب الأوتار وآلام في العضلات، ضعف في حركة الذراع. وللحماية من إصابات اليد والذراع، استخدم الذراع بالكامل وليس فقط المعصم عند استخدامك للفأرة. ضع الفأرة أقرب ما يمكن إلى جانب لوحة المفاتيح. اكتب بهدوء وبلطف قدر الإمكان. اجعل لوحة المفاتيح على ارتفاع مريح للمرفقين مع جعل الساعدين على نفس المستوى مع لوحة المفاتيح. ثالثاً، المشاكل الصحية لإجهاد العين عند استخدام جهاز الحاسوب: الصداع، آلام وجفاف في العين، وعدم وضوح الرؤية. وللحماية من إجهاد العين عند استخدام الحاسوب، تأكد من أن الشاشة ليست قريبة جداً من وجهك، وقلل التباين والسطوع من شاشة الحاسوب، ويجب أن تكون إضاءة غرفتك أكثر سطوعاً بثلاث مرات من سطوع الشاشة، ويجب أن لا تعكس الشاشة الضوء من النافذة أو مصادر الإضاءة الأخرى، وأخيراً يجب أخذ استراحة دورية أثناء العمل على الحاسوب. ثم تعرفنا أبناء الطلبة والطالبات على الأضرار النفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط للحواسيب، وهي: التوتر العصبي، القلق، الاكتئاب، وأخيرا الأرق. ثم تعرفنا على التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا، فإنها قد تصيب بالعزلة الاجتماعية، ولتجنب ذلك يجب تحديد أوقات استخدامنا للتكنولوجيا بالتوازن بين كل من التعلم واكتساب مهارات جديدة، والتواصل مع الأصدقاء، والترفيه والتسلية. كما أن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي قد يحقق نتيجة عكسية، وقد يصيب الفرد بالاكتئاب أو العزلة الاجتماعية. وبعد أن قمنا باسترجاع ما تعلمنا، حان وقت التدريبات. هل أنت مستعد؟ فلنبدأ. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي. الفقرة الأولى: تسمى الأجهزة الإلكترونية المستهلكة التي تلوث البيئة نتيجة العناصر السامة التي تحتويها به. إعادة الاستخدام أم إعادة التدوير أم خفض الاستهلاك أم النفايات الإلكترونية؟ أحسنت. الإجابة الصحيحة النفايات الإلكترونية. الفقرة الثانية: أي مما يلي من فوائد إعادة تدوير النفايات الإلكترونية؟ استخدام أجزاء من الجهاز القديم، أم التبرع بالجهاز القديم لأشخاص أو جهات، أم توليد الطاقة من النفايات الإلكترونية، أم بيع الأجهزة القديمة أو بعض أجزائها؟ ممتازة. الإجابة الصحيحة توليد الطاقة من النفايات الإلكترونية. الفقرة الثالثة: استخدام مياه البحار والمحيطات في التبريد المستمر لمراكز البيانات ذات الخوادم الضخمة من تطبيقات إعادة الاستخدام أم خفض الاستهلاك أم إعادة التدوير أم النفايات الإلكترونية؟ بالفعل
الإجابة الصحيحة خفض الاستهلاك. الفقرة الرابعة: من الآثار الإيجابية للتكنولوجيا على البيئة. توفير مصادر للطاقة متجددة وصديقة للبيئة، أم زيادة استهلاك الأوراق عند رقمنة الأعمال الورقية، أم تلوث التربة بالرصاص والنيكل والزئبق، أم الاحتباس الحراري لكوكب الأرض؟ أحسن، الإجابة الصحيحة توفير مصادر للطاقة متجددة وصديقة للبيئة. الفقرة الخامسة: يتم تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية على المؤسسات الحكومية وليس الخاصة، البيانات التي يتم جمعها ورقيا فقط، النماذج الورقية والإلكترونية، البالغين دون الأطفال. ممتازة، الإجابة الصحيحة النماذج الورقية والإلكترونية. الفقرة السادسة: عند تصميم أي نموذج يحتوي على أسئلة تجمع البيانات الشخصية، ينبغي توضيح الآتي للمستجيبين: كيفية استخدام الإجابات والغرض من جمعها، أم نوع أجهزة الحاسوب المستخدمة لإعداد النماذج، أم هوية جميع الأشخاص الذين سيتم إرسال النموذج لهم، أم إمكانية تعديل وتغيير الإجابات عند الحاجة لذلك؟ أحسنتم، الإجابة الصحيحة كيفية استخدام الإجابات والغرض من جمعها. الفقرة السابعة: قبل جمع بيانات الأطفال والتعامل معها، يجب الحصول على موافقة الجهات الأمنية، أم الطبيب المختص، أم الأخصائي النفسي، أم أولياء الأمور؟ أحسنت، الإجابة الصحيحة أولياء الأمور. الفقرة الثامنة: من الأضرار النفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط للحواسيب: الصداع، العزلة الاجتماعية، الاكتئاب، تصلب المفاصل. أحسنت، الإجابة الصحيحة الاكتئاب. الفقرة التاسعة: لحماية العينين من المشاكل المتعلقة بالاستخدام المفرط للحاسوب: يجب أن تكون الشاشة قريبة من وجهك، يجب زيادة سطوع وإضاءة الشاشة، يجب أن تعكس الشاشة إضاءة النوافذ، يجب أن تأخذ استراحة كل 20 دقيقة. بالفعل، الإجابة الصحيحة يجب أن تأخذ استراحة كل 20 دقيقة. الفقرة العاشرة والأخيرة: للحماية من المشاكل الصحية المتعلقة بوضعية الجلوس: يجب أن تكون شاشة الحاسوب أعلى من مستوى العينين، أم يجب استخدام كرسي مناسب بحيث يكون العمود الفقري على شكله الطبيعي، أم يجب أن تأخذ استراحة كل 4 ساعات، أم يجب أن ترتفع القدمين قليلا عن الأرض؟ أحسنتم جميعا، الإجابة الصحيحة يجب استخدام كرسي مناسب بحيث يكون العمود الفقري على شكله الطبيعي. السؤال الثاني: أكمل العبارات الآتية بالإجابة الصحيحة. الفقرة الأولى: فراغ هو التقليل من استهلاك الأجهزة والأدوات الإلكترونية للطاقة. أحسنت، خفض الاستهلاك هو التقليل من استهلاك الأجهزة والأدوات الإلكترونية للطاقة. الفقرة الثانية: تهدف تقنية فراغ لخفض استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى بحيث تستخدم البرامج المكونات المادية عند الحاجة لذلك. ممتازة، حفظ الطاقة. الفقرة الثالثة: معالجة بيانات الأطفال تحمل بعض المخاطر، لذا قد يفرض فراغ وفقا للبلد والمنطقة. بالفعل، قيود إضافية. الفقرة الرابعة: لتجنب إجهاد العينين، يجب أن تكون إضاءة غرفتك فراغ 3 مرات من سطوع الشاشة. أحسنتم، أكثر سطوعا. الفقرة الخامسة: يتسبب الاستخدام المفرط للحاسوب بالإحساس فراغ خاصة في ساعات المساء بسبب سطوع الشاشة. أحسن، بالأرق. الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي قد يصيب الإنسان بالاكتئاب و... أحسنتم جميعا، والعزلة الاجتماعية. السؤال الثالث: عدد طرق تقليص النفايات الإلكترونية. أولا،
أحسنت، خفض الاستهلاك reduce. ثانيا بالفعل إعادة الاستخدام reuse. ثالثا وأخيرا ممتازة إعادة التدوير recycle. السؤال الرابع، عدد ثلاث طرق لإعادة استخدام الأجهزة القديمة. أحسنت، استخدام أجزاء من الجهاز القديم. ممتازة، بيع الأجهزة القديمة أو بعض أجزائها. بالفعل التبرع بالجهاز القديم لأشخاص أو جهات. أحسنتم جميعا. السؤال الخامس، أذكر اثنين من الآثار الإيجابية للتكنولوجيا على البيئة. أولا توفير مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة كالطاقة الشمسية. ثانيا خفض استهلاك الورق عند رقمنة الأعمال الورقية. السؤال السادس، ما المقصود بالنفايات الإلكترونية e-waste؟ أحسنتم، الأجهزة الإلكترونية المستهلكة أو المنتهية الصلاحية والتي تلوث البيئة نتيجة العناصر السامة التي تحتويها. السؤال السابع، الاستخدام المفرط للتكنولوجيا قد يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، وضح كيف يمكن تجنب ذلك. بالفعل بتحديد أوقات استخدامنا للتكنولوجيا بالتوازن بين كل من التعلم واكتساب مهارات جديدة، التواصل مع الأصدقاء، الترفيه والتسلية. وفي نهاية الدرس أبناء الطلبة والطالبات، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.